هالأسبوع مشاهدينا كان أسبوع أكثر من حزين لنا، أسبوع العواصف وأسبوع فقدان العمالقة. فبعد صباح ونهوان تغيب الموت اليوم الشاعر والكاتب الكبير سعيد عقل عن عمر 102. اليوم بآخر محطة من حلقتنا What's on MTV رح نقدم لكم نبذة عن سيرة حياة هالأسطورة. أما هلأ منكمل حلقتنا مع رانديفو، واليوم رح نتعرف أكثر على سافير دو موند، شركة كيترينج عريقة بالساحة اللبنانية. رح نتعرف على مختلف خدماتها مع ضيوفنا. برحب بالسيد أنري نجم، أهلا وسهلا فيك أنري. ثانك يو رولا. حضرتك أوبريشنز مانجر. وبرحب بالسيدة ندى استيفان، أهلا وسهلا فيك ندى. حضرتك بزنس ديبارتمنت مانجر. سافير دو موند من أعرق شركات الكيترينج، معروفة بلبنان، معروفة بالجودة والمستوى العالي اللي بتقدموه لكل المناسبات. بدنا منك ندى إذا بتريدي لمحة سريعة عن تاريخ الشركة. مثل ما قلت الشركة عريقة تأسست بال 79، كانت من أولى شركات الكيترينج بمنطقة جبال. بلشت as a small family business وتطورت مع السكند جينيريشن يلي بال 2005 قرروا يعملوا البيج موف وينقلوا الشركة على مستوى جديد. بلش الشغل أكثر على البراند أويرنس، على الأوفيسز، على الإمبلوي، على كل شركة على أصعدها. سو سافور دو موند هي هلا اكسكلوزيف باكثر من فانيو بلبنان. وي ار كيترينج اول اوفر لبنان، زبوناتنا من الشمال، جبال، كسروان، منطقه بيروت. الكويزين تبعنا انترناسيونال واكيد اللبنيز التراديشنال يلي كلنا بنعرفها. نعم. طموحاتنا انه نصير ان ذا اب كومينج ييرز ذا ليدر ان ذا فود اندستري. المطبخ الرئيسي عندكم هو المطبخ اللبناني، ولكن بتقدموا غير انواع مأكولات. اكيد نحن عندنا الانترناشونال كويزين على انواعها، الاسبانيش، الايطاليان، التاي، كل انواع الكويزين، واكيد اللبانيز التراديشنال يلي ما فينا نطلع منه. لانه اليوم اوقات الاعراس بتكون عم تتماشى مع ثيم معين او موضوع معين والمناسبات الكبيره، فاوقات كمان الكيترينج لازم يكون من وحي المناسبات. اكيد الكيترينج لازم على طول يكون ابديت، لازم على طول يكون في نيو ريسورس تعطول. كل عرس يختلف عن الثاني، وكل عرس يعطيه الطابع يلي العروس والعريس حابين يخلقوه بعرسهم. ونحن بنعرف انه انتم بتبذلوا جهود كبيره حتى تبقوا او تتماشوا مع كل التطور اللي عم بيصير بهالمجال الكبير. بدي انتقل لعندك حتى نحكي شوي عن الامور الاداريه اذا بدك. أوكي. والخطوه الكبيره كانت انتقالكم، انتقال المطبخ اللي عندكم من منطقه البترون لجبال. صح، نحن تقريبا من سنه نقلت سافير دو موند على جبال على البيلدينج الجديد، بيتضمن الهيد اوفيس، السنترال وير هاوس، والسنترال كيتشن. السنترال كيتشن تبعنا تقريبا مساحته شي 650 متر، مقسم بطريقه المطلوبه علميا، لانه نحن كنا اصلا نحن عم ننقل وي ار بلانينج انه ناخذ الايزو فانديميل سيرتيفيكيشن يلي هو رولا كل شيء له علاقه باداره السلامه الغذائيه. نعم. الهاير ستاندرد بالفود سيفتي، وهيدي صار لكم فتره عم تشتغلوا عليها ومش بالسهوله. ايه الشركه بتحصل عليها. صح، الموضوع بياخذ وقت، منا هينه توصل لهالليفل من الفود سيفتي وتاخذ الشهاده. ريبارتيسيون تبع المطبخ حاضره من زمان، تنفذت وعم نشتغل عليها. تقريبا عندنا بعد كم شهر ومستلم الشهاده. نعم. تبع الايزو فانديميل. أنري شو قيمتها هالشهاده؟ يعني شو بتعني لكم؟ تتخذيها رولا بتكوني عن جد محضرة حالك. المطبخ بده يكون مقسم بطريقة المضبوطة، يكون كل ديبارتمان لحاله، تا كل واحد يقدر يحضر بطريقة يكون محافظ على السلامة الغذائية، ديكوتي، إيجيان، هسب هالمضيع كله. مستوى الهيجين والنظافة أساسي عندكم. ايه طبعا، أساسي للحصول على هالشهادة. إذا ما في إيجيان وما في هسب ما فيك تاخذ الفود سيفتي، يعني أكيد بتكوني عم تشتغلي بمطرح ثاني بعيدة عن المطلوب. قيمتها كثير كبيرة، مش هينه واحد ياخذها ويحافظ عليها، لانه تحضري المطبخ وتحضري الستاف تبعك بيتطلبوا وقت كثير، بس الاشطر من هيك رولا انه واحد ضل قادر محافظ على هذا الليفل من الشغل تكون دائما عن جد في فود سيفتي. نحن اكثر من هيك، غير انه المطبخ محضر بهاي تك اكويبمنت ومقسم بطريقه مضبوطه، سافير دو موند اهم شيء عندها انترنالي هن الموظفين. نعم. مشان هيك دائما عندنا تريننج وفولو اب على هالمواضيع كلها. في تدريب دائم عندكم للموظفين؟ يعني تدريب مستمر عندكم؟ ايه دائما، حتى يا بيجي ناس بروفيشنال يعني على الشركه. نعم. بيعطوا تريننج، حتى ايام عم نبعث جروب من الشركه يعملوا تريننج اوتسايد ذا كومباني خارج لبنان.
اكزاكتلي exactly. وندى كل سنه انتر جانفي فيفري بتطلع ان برينسيپ على فرنسا وعم تعمل تريننج لانه هذا الدومين دائما بده يكون في ديفلوبمنت منه ليميتد دائما ستنار يعني بتعرف نعم. انت بده يكون في دائما نعم. اشياء جديده بافكار جديده حتى لسه ما كنا بدبي بمعرض جولف فود كان صاحب الشركه مستر نويل راح مع اشخاص من الشركه حضروا المعرض ودائما اب تو ديت ريجاردينج هالموضوع يعني تستفيدوا من كل الفرص حتى تتماشوا مع التطور اللي عم بيصير بهالمجال ايه طبعا اكيد ما في شك يعني ما فينا نضلنا محصورين بالنو هاو تبعنا عندنا الباز عندنا النو هاو بس اكيد دائما طموحين نتعلم ونعلم تتطوروا بدنا نشوف اندري وندى مع المشاهدين فيديو بعرفنا اكثر عن شركتهم اوكي There's always a great occasion to attend. Special moments that can't be missed. Special smiles that can't be forgotten. We know what it is to cherish them. Saveur du monde. Living up to your taste. بكل المناسبات الصغيرة والكبيرة أنتم موجودين ومستعدين تنفذوا أي فكرة عند الكلاينت؟ إيه طبعاً أكيد ندى كونا بالديفلوبمنت دائماً حريصة على الموضوع إنه عن جد we are catering all over Lebanon any kind of food any kind of menu we can provide it easily. أنا حابب أحكي عن شغلة صراحة عن ديبارتمون كتير مهم بالشركة وهذه من أسرار نجاحكم واستمراريتكم الكواليتي كنترول ديبارتمنت اكزاكتلي هذا سبقتيني كمان عنا ديبارتمون الكاليتي دو طول طام موجود بالسافور دي موند عندنا شخص فيري كواليفايد هو الكواليتي كنترول مانجر شغلته اون ديلي بيسز يكون موجود بالكوزين سنترال تيراقب بالتفاصيل المملة الإيجيان الهسب السلامة الغذائية عنده كتير شغل يعمله هو الاكيب تبعه انسبكشن اوديت تنكون دائما مرتاحين لانه بهمنا نحن هالموضوع ما نتزحزح فيه ولا نتاثر فيه ابدا حتى في شغل زياده نحن بهمنا الكاليتي تبع البرودوي من وين جاي عندنا بيرمننت فيزيت للسبلايرز بهمنا نشوف المعامل تبعهم الوير هاوس تبعهم كيف عم يتصرفوا مع البرودكت يعني هيدا نوع من الامتداد للكواليتي كنترول ايه طبعا اكيد يعني قبل ما يوصل لعنا نحن ضمن حدود شركتكم كمان مع السبلايرز اللي انتم بتتعاطوا معهم ايه اكزي يعني نحن ما بنتعامل صراحه مع احترام الكل ما بنتعامل مع حيالله سبلايرز بيتنقوا بكاليتي معينه يكون هن عم بينفذوا الايجين يكون عندهم ستاندر عالي من الفود سيفتي لانه البرودوي تيوصل لعنا بده يكون معروف من وين جاي ونحن بس يوصل لعنا عندنا الطريقه تبعنا البروفيشنال كيف يتوضب وينحط باي طريقه حسب الاصول اللازم ملف التغذيه اللي فتحه مؤخرا الوزير ابو فعور قد ايه خليكم تكونوا حريصين اكثر على مستوى الهايجين والجوده والكواليتي كنترول نحن بسياسه الشركه ودائما هاي التعليمات نحن كلنا كواليتي كنترول صراحه هلا اكيد في على راس هالاكيب كواليتي كنترول مانجر هي البران ان شارج تو ليد هالموضوع موضوع كثير دقيق اكيد بخلينا نكون دائما اليرت نحن مع الوزير ومع اللي عم يعملوا بنتمنى تكون الحمله دائما عم بتصير لتحسن الليفل تبع كاليتي الاكل بلبنان بعد حوالي 45 سنة بهالمجال وبالأسواق اللبنانية اسمكم بيحكي عن نفسه وهذا البروشور كتير حلو بتوزعوه على كل الكلاينتس وبتقولوا We bring flavors to life في شيء كتير مهضوم موجود هون بدي فرج المشاهدين هون كل أنواع بارات وي هون سيفر فليفر شو كيوت حبيته كتير مهضومين فيهم ويستعملوا اكيد يعني مش انه محطوطين تا ينحطوا لا في عندنا 12 فليفر لل حتى نحن بالكلمه اللي حطينا الجمله وي برينج فليفر تو لايف ما لنا بس قصه البهارات سبايسز ات كود بي كمان هابينس يعني مثلا هي بكريسماس بنعمل محضرين شيء بعرف لعيد الميلاد باكجز ندى صح نحن حيلا ايفنت موجود على طول عندنا المانيو جاهز له والايديات والايديات جاهزه نحن كريسماس عندنا كريسماس دينر عندنا تركي عندنا
السبيريت حتى تبع كريسمس موجودة all over. We can deliver anywhere. نعم. ولحنا هوم كيترينج، كانتين، كوربريتس، حيلا ايفنتس، خدمات كثير. شكرا لكم، ان شاء الله موسم اعياد 2014 بكون حافل لكم، وسنه 2015 تحملكم كل الخير. انا حابب تعطوني مساج صغير اذا في وقت. نحن انا بعرف انه بوقت البلد عم بيكون في كثير اودت وانسبكشن من الوزاره، وهذا شيء كثير منيح يصير، بس بحب اقول للمشاهدين كان بلبنان وبرات لبنان، مثل ما في شركات يمكن بدهم يشتغلوا على حالهم اكثر تيوصلوا على ليفل معين، كمان ان كونتر بارتي في شركات كثير جديين وعم يشتغلوا بطريقه فيري بروفيشنال تيحافظوا على الفود سيفتي. نعم، شكرا لك عمري، وانا اهلا وسهلا فيكم. وقفه مشاهدينا وبنرجع لحلقتنا. ميرسي بوكو.